الجزائر بلد مفتوح على حوض المتوسط وأهم الحضارات التي شهدها، تحصي اليوم أكثر من 15,000 موقع أثري لحقب تاريخية متنوعة، 7 منها مصنفة ضمن التراث العالمي المحفوظ لليونسكو. الجزائر من المعلوم أنها تحتل المركز الثالث عربيا من حيث عدد المواقع المصنفة كتراث عالمي، والمركز تقريبا 48 عالميا. فعلى سبيل المثال فترات ما قبل التاريخ الحظيرة الثقافية المفتوحة على الهواء أو المتحف مفتوح على الهواء بالنسبة للنقوش الصخرية بحظيرة التاصيلي. لما نعود إلى الفترات النوميدية نجد ضريح المدغاس. بالنسبة للحضارة أيضا التي ترجع إلى الممالك المورية نجد الأجدار. أما بالنسبة للحضارات الرومانية فنجد يعني منها مواقع مصنفة كتراث عالمي والممثلة في مدينة تيمغاد. في الفترة الإسلامية هناك العديد من المواقع كقلعة بني حماد. تراث مادي زاخر وحد جهود الباحثين والأثريين عبر مختلف ربوع الوطن لإنشاء خريطة أثرية جزائرية. اقترح الديوان على المؤسسات الخاصة والعامة مواقعه من أجل الاستثمار سواء فيما يخص النشاط الثقافية أو العلمية، وهذا من أجل جعل هذه المواقع حية. وضع استراتيجية تسويقية والترويج لهذا الإرث الحضاري القيم بالإنتاج الإعلامي والسينمائي سيجعل منه موردا اقتصاديا خلاقا للثروة.